ما حكم عدم الذهاب إلى الطبيب لاعتقادي أن الله هو الشافي إذا كان المرض لا يؤثر على حقوق البشر ولا على حق الله سبحانه فصنيعك حسن؟ أما إذا كان المرض يؤثر على حق الله كان يكون عندك انفلات في الريح وهذا يفسد الصلاة، وبإمكانك أن تتعالج والعلاج بإذن الله سبب لمنع الانفلات، ألزمت بالعلاج. كذلك إذا كنت مصابا بضعف في المعاشرة الزوجية وبإمكانك أن تتعالج وتعف زوجتك ألزمت به، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فترك التداوي قد يكون أفضل. حديث المرأة التي كانت تصرع وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أصرع فادعو الله لي، قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة، فدعا الله لها. وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.